وقع المغرب وفرنسا أمس بالرباط على مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي وأربعة اتفاقيات للدبلوم المزدوج في ميادين العلوم والتكنولوجيا والإدارة البيئية والطاقات المتجددة، كما وقعا على اتفاقية شراكة في المجال البيداغوجي بين المدرسة متعددة التقنيات بفرنسا من جهة وعدد من المدارس العليا ومؤسسات التعليم والتكوين المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي. وقد همت هذه الاتفاقيات من الجانب المغربي بشكل أساس المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية العليا للمعادن. اولا هاد الاتفاقيات كيجيو في اطار الاهميه اللي عطتها الرؤيه الاستراتيجيه لاصلاح منظومه التربيه والتكوين والبحث العلمي للتعاون الدولي، وايضا في سياق تنفيذ واحد مجموعه من التوصيات الصادره عن اللجنه العليا المغربيه الفرنسيه المشتركه اللي عقدت الدوره ديالها اخيرا في المغرب. عندنا جوج ديال الاهداف اساسيه من هذه الاتفاقيه. اولا هو الشهادات المتبادله بين البوليتكنيك اكس فرانس ومجموعه من المؤسسات ديال التعليم العالي في المغرب، وكذلك البرنامج الثاني هو دعم حركيه الطلبه المغاربه وخاصه في مجال الهندسه الطاقيه والعلوم والتكنولوجيا والبيئه باش يمكن يتبادلوا التجارب والخبرات مع مختبرات البحث في فرنسا. وايضا فتحنا الفرصه حتى لبعض الثانويات بالنسبه لقطاع التربيه الوطنيه باش ايضا التلاميذ يمكن لهم يتبادلوا ايضا التجارب والخبرات مع هذه المؤسسه. وهذا الشيء كله طبعا ياتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والشراكه الدائمه والمستمره بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات. بلادنا طبعا قطعت اشواط متقدمه جدا في مجال الطاقات المتجدده، وهذا الشيء كله ياتي في سياق المواكبه ديال هذه المشاريع المهيكله الكبرى بالتكوين وبالبحث وبالشراكة الدولية.